السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم سوف أتكلم معكم عن دمج الفيديوهات المصورة مع الخيال، وهو 3D الشخصيات. طبعا فيديو راح يكون معانا مسجل، طبعا زي هيك راح نعمل كيف نخليه نبين واقع الشخصية اللي احنا صممناها، راح ندمجها مع فيديو مصور من تصويرات الشخصية. طبعا أول ما بدي أبدأ الدرس بدي أبين لكم كيف راح نجيب الشخصية ونبعتها على مجزامه عشان نحركها. طبعا هاي شخصية، هاي مجزامه. مجزامه عبارة عن موقع إحنا بنجيب الشخصيات اللي إحنا صممناها، تمام، نرفعها عن طريق نيجي تحميل شخصية، نيجي نعمل من هنا نحدد الشخصية. طبعا هاي الشخصية اللي أنا صممتها، بحدد إيش، بحدد ال VX VFX VB VXB. المهم هي بحمل لي إياها، أنا طبعا محملها الشخصية. المهم فبيجي بدور على حركة، طبعا إحنا مش راح نلاقي، بنيجي نشوف. نشوف ايش الحركات اللي احنا راح نلاقيها مناسبة ونحطها على الشخصية. طبعا هذه اذا شفناها مناسبة بنحطها، طلع كيف بتصير. طبعا احنا ما عجبناش الحركة، من هنا بنقدر نغير كم من تاني بدك تصير الحركة، تمام. تقدر تعمل حركة الذراع، بتقدر تعمل حركة الساق، كيف تمشي، سرعته، بطئه. طبعا بتعمل خطوات السرعة، ها مثلا بدي اياه سريع، طلع كيف بده يصير هالقد، شايف كيف السرعة. مثلا بدي اياه بطيء، حركة بطيئة. مثلا بدي اياه وسط، او بدي اياه يكون خفيف زي اللي تو عملناه احنا، اللي هالقد راح نفرق اياها. طبعا هذا مش حملها خطوة كيف تمشيها، مثلا الساق في تني ولا بدون تني يكون، مثلا الذراع انه يكون بعيد عن الايه، عن المفصل، عن الخصر ولا لا. طبعا احنا من بعده يفضل انه يكون بعيد شوية، طبعا هنا كتير حسب ما بيناسب انت، حسب ما بتشوفه مناسب. طبعا من هنا هاي بتيجي تحميل، بتيجي بتقول مع الجلد. طبعا بينفع طبعا بدون الجلد، لو بدك اياه بس العظام انت بدك تاخده جوا البرامج عادي. هاي بي بي اكس، طبعا انت بتاخد هذه النوعية، تمام. انا اللقطات في الثانية يفضل انه يكون 30، انا بعمل 60 في اغلب الاوقات. الحدود انه يبين حدود الشخصية، حدود اكم الاطارات اللي انت مستخدمها، ومش راح يحط لك بدوش اطارات في الاغلب عشان ما تكونش مقيد، تمام. تم تحميل، طبعا راح يحمل لك الشخصية. هنا انا ها نزلها، شفتوا كيف. طبعا انا كل هذا انا بديش اياه لانه عملت نفسها الشخصية، عملت لكم اياها هي محركة وجاهزة زي هيك. الشخصية انا محرك لكم اياها وجاهزة، طبعا تمام زي هيك هتعملوا. هلقيت نبدأ من أول وجديد الدرس، نيجي نعمل دونت سيرف، تمام، وبنحذف كل الموجود في المشهد، تمام. بعديها بنيجي بنعمل من واحد، شغلكم عشان تعرفوا ايش موجود، تمام. تمام جيت أول ما بدنا نبدأ من واحد نعمل نظام، نقول شيفت ايه بلان، تمام. نعمل شوتيت 90 درجة في الإكس وفي الواي نفس ما طبعا، يعني مش مجبر. بنحرك في
عن طريق الجي. طبعا يفضل انه نعمل عن طريق يدوي او بطريق، عشان بديش لخبطكم. تمام، نيجي من هان الاعدادات، بنقول له والله بدي اياك انت 2، احنا نكون فول اتش دي يعني مقابل لفول اتش دي. تمام، وانا 1.5، غلط، 1.5. تمام، وهنا 1.3. تمام، شايفين زي ما هي. فاحنا بدنا نضيف الفيديو هالجيت، فاحنا بنعرف انه برنامج بلندر من طبيعته لو بدنا نضيف بضيف الكاش الا ايش؟ صور. تمام، كيف بدنا نضيف الفيديو؟ بدنا نسحبه سحب، بس الطريقة الوحيدة انه انت لازم تسحبه سحب الفيديو. فهنيجي هاي الفيديو اللي انا الفيديو اللي راح ندخله. تمام، نحطه هنا. طبعا ليش احنا بجيب البلان وبحطش الفيديو؟ لانه الفيديو اذا انحط راح يطلع لي في التصديق مش مبين، مفيش اساس لإله. تمام، فالبلان راح يظهر لي كل شيء. طبعا ندخل على عن طريق ال ندخل عن طريق ماتيريال، وبنعمل له ماتيريال، وبدخل على باس كلر، وبنحط له ايمج تكستشر، ونضيف ايش؟ الفيديو. طبعا كيف بدي اخلي الفيديو هالجيت موجود على البلان؟ طبعا هذا نعمل له اخفاء. طبعا موجود على البلان، الفيديو هالجيت موجود. تمام، الفيديو موجود، ولكن شو في حركة؟ شايفينه انتو ثابت. كيف بدنا نخليه متحرك؟ نيجي ننزل تحت، بنلاقي في اشي اسمه اوتو ريفرش. ريفرش، اوتو ريفرش. ايش بيعمل هذا اوتو ريفرش؟ بخليه متحرك. شايفين الفيديو صار متحرك، مبين حركته، مبين انه هذا. تمام، هنا احنا تمام هيك. بنجيب الشخصية، لقيت ايه، بنعمل فايل امبورت في اف في بي اكس في بي اكس. تمام، سطح المكتب انا عاملها شخصية حياتها، يجي باخدها ومنش الشيء. لقيت طبعا شخصية عشان تبين انها قاعدة تمشي، بدنا نلفها حركة 180 درجة في اتجاه الزد، في اتجاه الزد طبعا، في اتجاه الزد. حطينا الماوس بالغلط، اتجاه الزد، نعمل على الزر الأيسر. تمام، نيجي ندخل لها يا إما من هنا، يا إما نيجي على حرف الآن يبين خصائصها الشخصية. تمام، نيجي ايش اخي بدنا نخليه لحد 100 هو يتحرك. تمام، نيجي نشغل بس الاوتو. تمام، من هنا نيجي بنشغله. تمام، شايفين، نيجي لقيت هو اشتغل. تمام، نيجي بنقول له على 100، مية وعشرة بدي اياك ترجع لي، ضل يرجع لي فيها لحديت ايش ما تبين. تمام هيك، لا المهم هي بينت كل شي في الشخصية بين. طبعا احنا بدنا خلصنا من ال خلصنا من العظام، طبعا بنخفيها، بدنا بس الشخصية تبين. تمام، نيجي لقيت لمرحلة تانية، بدنا نضيف شيفت اي، نضيف ايش؟ إضاءة. طبعا صن، نضيف صن عشان تبين، تبين للشخصية هذا. تمام، اها لقيت. نيجي على حرف 3، نيجي بنعمل فيديو. تمام،
تمام عشان نشوف ايش التغيرات اللي صارت. نيجي كمان مرة، تمام تمام نيجي على الإضاءة طبعا، نشوف إيش فيه. طبعا هذا ليش هيك نعمل له إياه؟ تمام نيجي نعمل له إيش كيوب، تمام نيجي نعمله كيوب، نرجع على الإضاءة. عرفنا ايش السبب عشان نبين الاشي. نيجي نسينا الكاميرا، نيجي بنحط ايش كاميرا، تمام الكاميرا نيجي نضغط عليها عقل عشان نبين ولا اشي. نيجي من اعداداتها نرجع على ورا طبعا هذا الامكان، تمام نرفعها لفوق شوي، تمام شخصية شغل كمان هذا الشخصية بها تصغير، شايف الشخصية بدها تصغير. زي كنا قاعد تيجي جوا المشهد، تمام بس ايش كمان بدنا نعمل نظام انه ما يدخلش على اكتر من هذا، نيجي نحط له هنا 110، تمام نيجي نطلع على هذا نشوف ايش صار كيف تطورت الأرندا، تمام نيجي الإضاءة مبينة كتير بدنا نحذفها كمان مرة، كيف طبعا احنا بدناش إضاءة من هذه النوعية، بدي صان تمام ونقويها. كيف نقويها بنحط شادو بين شادو، شايفين هاي شادو مية، نقدر نيجي من هنا نضيفها، نعلي من هنا نعلي من هنا شوية، تمام يطلع نضلنا عادي نجرب لحديت ما تبين معانا الدلال، تمام الشادو
ممكن. طبعا احنا نلون هالجيت مرحلة التلوين عشان تبين أكتر معانا. نيجي نحط لها لون من هنا، تمام. نيجي ناخد هذا اللون، نيجي نعمل للإيدين ورجلين لون، نيجي نعمل للشعر لون، طب احنا ليش بنستخدم استخدم يوز نودز ما بستخدمش العادة؟ ايش السبب؟ لانه العادة هذا بيستخدم من الداخل من إيديت مود، اما اليوز نودز من الخارج، تمام. الاساس يعني بستخدم بحول الاساس انا هالجيت، تمام. انتبهوا في هذه النقطة كتير. هاي تمام من الجهتين، تمام. جيت شفت وين هجبنا الكاميرا، جيت وين اجا حبين شادو، تمام. بدنا نزود الإضاءة طبعا، نزود الشادو هذا بدناش اياه. طبعا بتضلك تزود لحد ما تزبط معاك الشادو 100% تحتيها عشان تبين انها طبيعية، فيش فيها خلل، تبين انها واقعية في الاغلب. احنا انه احنا دمجنا الواقع في الخيال، فبده يبين انه طبيعي عشان يبين انه حقيقة، انه شخصية واقعية دخلت في. المهم كيف بدنا نعمل هذا؟ بنيجي من هنا بنعمل له كونتاكت، ونيجي بنعلي هذا، بس نيجي هيدا نيجي نحطه بس ايش 2 فاصلة 2، تيجي ايش تحتيها شادو، تمام. طبعا من هنا كيف عرض الشادو حيكون، كيف خفته. طبعا من هنا قوته، طبعا يفضل المتر تبعه ايش ماكسيمو بعده عن الجسم، تمام. فاحنا ايش قدر الامكان نخليه قريب هنا، القميش تبعه خفيف ولا قوي، تمام. لقيت كل اشي تمام من هنا، طبعا قوة الخلفية، قوة الإضاءة. طبعا انا بخليها بس 50 كبيرة الإضاءة اذا بدنا نحط إضاءات، طبعا. وزاد ضفنا إضاءة، بدنا نقلل من هنا عشان ما تكونش تعملش تغداد قوي للعين، شفتوا كيف؟ نيجي من هنا برضك نعملها جهة خفيفة، خليها على قد حشرة، فين كيف؟ جمالية هذه الشغلات تبين احترافية اللي انت عملته طبعا، عشان انا ما ياخدش يشتغل زي هيك بيطلع طيبة في الموديل زي هيك. طبعا لما بدنا نفضل نيجي نقول له ويندر انيميشن زي هيك، وكان الله بالسر عليم، تمام.
ماشي، شايفين قوة الريندر؟ طبعا الريندر عادي طبيعي، ما نقدرش اخليه قوي، بينفع اخليه قوي طبعا.